ابدا تصوير وجهي واضح. اي تمام. اسمع ترى هذا في قناه رائد بينزل طرق رضا ما رضا بينزل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا، الله يسعدكم. قناة رائد المقطع هذا بينزل رضا ولا ما رضا؟ طبعا المقطع اللي نزل قبل فترة ايه خرب لنا اغراضنا، خرب كل مكان موجود هنا في مقر فالكونز. السيارة حقتي شخبط عليها، السيارة هذه يا جماعة الخير اذا جيت اغسلها ادور المكان المناسب اللي يغسل كويس وغسل السيارة عنده، فما بالك رائد وقع مو منزين توقيع، عدم السيارة، عدم الملعب حق الشباب، وترى هو بعد فوق كل هذا خرب المكان كامل، مكاننا كامل لعب في التمثال حق بندريتا الدوجو عند الشباب خربها. المقطع هذا بنعاقب رائد بالطريقه اللي نشوفها، انتقام مناسب. انتقام لا تنسوا يا جماعه الخير الدعم. صح بلا في معلومه إيش. عنده تحدي انه يوصل 3 مليون مو 3 مليون انه يزيد 300 الف مشترك لين نهايه الموسم. ادعموه لان مساعد وعده بسفره ما يستاهل السفره، بس ادعموه لاننا بنعاقب الحين بندق راسه دق بيتعذب. ابغى بودي جارد. ايش رايك اجيب بودي جارد من داخل؟ جيب لي بودي جارد، نبغى نسحب رايد سحب سحب بسرعه. والله لا اطلعها من عينه شخبط على السياره. تعال فيه تعال شوف جبت لك مين، جبت لك واحد ياكل بشر. شوف البودي جارد هذا يخوف جسمانيا لكن وجهه لطيف. حد مزعلك؟ لطيف جدا. شوف ما حد مزعلني، انت يعني جسم تخوف ومتاكد انك بتشيلني انا ومونكي مع بعض، لكن وجهك كذا ما يصلح بيبي يلا. فلا نبغى بدي قرطه معليش. طب تعالوا تعالوا هذا هذا الظهر ما يخاف الله يرحمه. الله يعطيك العافيه، حياك الله يا حبيبنا. تعرفون الرايد ولا ما تعرفونه؟ هذه صوره للتوضيح، وريهم الصوره. هذا الشخص هذا ابغاك تسحبه من اذنه من كتفه من رجله، اسحبه جيبه لين هنا. ما تجيبوا لنا اياه بطريقه سهله، لا نبي متكفت. ولبسوا مايك، ترى ما يدري عن لبسوا مايك لان بنصور معك. اسحبوه الان خلاص، حط وجهه موفقين ان شاء الله. اسمع هذول ايش؟ انا والله اني خفت. شوف المشيه والله اني خفت، ايدي يورون. لكن يستاهل والله، يستاهل والله يستاهل. من سمح لي شخبط على السياره؟ تدري ايش مجهز له؟ وش؟ ابغاه يغسل السياره غسل. تدري ايش مجهز له شيء ثاني انا؟ حتى انت ايه بيتعذب اليوم. حلو حلو حلو، خليه ينظف السيارات الثانيه اللي على الجنب تيشيرت. والله اليوم يداوم عند الجماهير ومتوسخ. مو بس كذا، اي واحد من الشباب رائد خرب المكان حقه بنمر عليهم ورائد يسوي العقاب اللي هم يبونه. امشي امشي دقيقه، ايش فيه يا عيال؟ امشي اسمي امشي بمشي معك شوي. دقيقه ثواني بس، يدي يا جماعه. تعال تعال تعال، ايش هذا؟ ايش عندك هنا؟ كان يلعب بلوت. قوي. شوف الورق، شوف الورق هذا يعني قوي. الحين بتعرف القوه يا حبيبي. هذا المقطع مو في قناتي ولا في قناه مونكي، في قناتك بينزل كذا زاحف زاحف والله اللي ينزل في قناتك والله. طيب هذه الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه على الورشه جيبوه على الجراج. طيب دقيقه ممسح على مكتب. جيبوه ما في مقطع. تعال تعال تعال. طيب شلون مقطع ينزل سري طالع؟ اصبر انت الحين خربت سيارتي صح، شخبطت عليها، خربت التمثال حق بندر. طيب خربت الملعب على ابو عبير وعزيز. طيب امسح. خربت الدوجو حقت للي وابو ودن، بنمر عليهم كلهم، كل واحد راح يعاقبك عقاب وبتسوي طرد. صالح لا 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 والله لا تسويها. صالح انا كبير العمر يا صالح والله تسويها. اذا يسولف اكسفوه زياده، لا تسولف. دفوه دفوه. بطل بطل. في كمامه تكممون فما ما نبي. لا يا صالح بطل. والله مبسوط انك تكفى صور. هذا بقول لك كلمه سيف. صالح لا ما في ما بس بتقول بقول لك سيف. طيب دام مقطع يا جماعه الخير، باقي اسبوعين ينتهي موسم الجيمرز، فرابط التذاكر الخاص فيني تحت، ادخلوا واحجزوا. حبيبي عقاب ما تسوق ما ادري الرابط حقك. شوف طيب نظفته المكان هذا اللي شخبطت فيه صح؟ نظفته ما في نظفته. تدري ان السياره هذه مو اي مغسله اغسلها فيها، استخدم ادوات معينه. بالقسم بالله عقابك يا حبيبي تروح تجيب ادوات، تجيب صابون تجيب مويه وتنظف السياره، وبنكون واقفين هنا عندك البادي جارد موجودين. تنحاش امسكوه امسكوه والله ما ينحاش. امسكه والله ما تروح يا ولد، والله ما تروح. روح نطلع قوتك يا ريت. امشي معه خلوه يجيب اغراض للغسيل وتعالوا. سمعت ايش قلت؟ ايه مع خمس دقائق تاخر اجلدوه. الولد متع العقابات كذا حلو والله، شكله بننزل مقطع اقسم بالله. طيب يا جماعه والله اني حنيت عليه، فتكفون لايكات واشتركوا في قناتي، خلوه يجيب 300 الف يسافر برا، خاف يدي علي يا ولد. ايش هالبلشه يا جماعه؟ ركزوا معي اسمعوا، بقول لكم شيء، كل واحد 1000 ريال بس تخلوني يا عيال. تفضل معنا. هذول حتى ما يردون، هذول ما تغريهم فلوس. ماشي ماشي، هذا نخليه ينظفه بوجهه لانه كبير وجهه طويل. التوقيع حقه هنا كان، التوقيع كان هنا.
بينظف الرابط. قوة الا بالله. طيب ثواني، طيب تنتظروني هنا ولا تنتظرون معي؟ بتخليه ينظف؟ ولا السيارات؟ لعب في السيارات دي؟ لعب هذي وسخانة والله وسخانة. بصمة رايد هنا، شوف شوف بصمة رايد. خلاص وسخانة السيارة. هي المفكات موجودة، ينظف ينظف يصلح كل شيء كل شيء. والله لي يتعاقب. طيب يا عيال مو كمامة دي، مو كمامة. طيب كلمة ترسلها. طيب الو يا ولد، انتظروني برا الحمامات. والله مرة اوفر، مرة اوفر. اقسم بالله ها ها زليت ورب الكعبة. انا وديك، انا اتحمى، انا غلط عادي. عين يا صالح، زليت تكرفني كذا. عبيت يلا عبيت مويه. وقف، ايش ذا ايش ذا؟ بتغسل مواعين انت؟ ليه بتغسل حوش؟ ايش السفنجة ذي؟ طيب غسل سيارتك. وين الصابون؟ ما في صابون. مويه بس. ايش مويه؟ ايش بتروش كذا على الفاضي وخلاص؟ صابون وسفنجة زي الاوادم. أوه. عندي اغراض هنا. في فيري ما في فيري. هذه فيري. ليه؟ اقسمت فرن. هو فرن في دهون تنظفها. فيري ازالة الدهون بتزيل ام البوي. يعني صابون خاص لسيارتك؟ والله ما ينحط في السيارة الا صابون خاص. كويس اني حاط. ممكن اتوقع في لا انا اروح شيلوه خليه يجيبها من ورا. يلا 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 تلقاه ورا. شامبو اصفر ليش؟ لازم النوع الكويس. اسمع سفنج، جيب سفنجة. سفنجة خاصة؟ ايه يا اخي ايش حاسب الدنيا سفنجة؟ هذي؟ اي تعال يلا. شوف لا دنديس تتحرك. سلام. هذا يحسب اني غسل الاكسنت ولا؟ مع احترامي لحق الاكسنت. صالح لا تغلط. والله ما امزح، انا ما اغسل السياره الا باشياء زي كذا تدري. لحظه، في كميه موزونه على كميه المويه هذه، تزيد الكميه اقرص اذنها. ايه ودقيقه. طيب انت قل لي بس. انا ما بتكلم. يود زيت فرامل ذا وشوف ملزقه كيف. زيت فرامل مين هذا؟ شامبو. خايف عليك والله، خاف يجلدونه يعني. كثير كذا كذا بالملي. ترى باقي وراك. شوف السيارات ذيك اللي راصه هناك، شوف اصماتك عليها. على قولت بندر عسى كيف. مالي مالي، شوف عسى كيف موجودين. هذيك ما تتنظف بهذه بلاستيك تيشيرتك. تفضل مغبره. والله يا ابوي كم صار والله سريع الجهه ذي. تدري وش بعد؟ كل اللي في السناب تدري يسالوني رايد شخبط في السياره، ما يعرفون المزح. نمزح يا اخي، احنا اخوان نمزح مع بعض. نظف لو سمحت، احنا اخوان عادي يا صالح. اغسل اغسل وانت اغسل. طبعا البودي جارد اللي هناك عشان يشرفون على رايد ويتاكدون انه ينظف صح. جلد يا حبيبي جلد. سم جلد. يلا نظف نظف يلا. سم نفسه. عرف واحد زياده بالناديهم ينظفوا معك عادي، يشيلوك انت تنظف السياره. تعال هاي راح. خلاص يلا بس طلع فنان. امسك. والله قد غسلت قبل؟ ايه قد غسلت سيارة قبل؟ لا اول مرة. ايه؟ شكلها يعني شكل الضمير. ايه انه الشباب موجودين. ايه عشان البودي جارد. تعال خلاص مش. خلاص ما ودي تروح هناك لان هذيك الجهة نظيفة وما ابغاك تتعبث فيها الصراحة. انشف لا اوفر يا ابوي. والله تنشف. هاي شباب تعالوا يا ابوي اوفر. ينشف خوفني من الشباب. تنشف خوفني من الشباب. ابعد يدك اقول. تنشف. امسك ابدا من هنا نفس ما كنت. اسرع وما في وقت الناس بيخشون الحين. اسرع. حلو والله ممكن انا اقيم شغله والله صراحه 8/10 يعني ما بعده جاهز. هي انت مره ايه بالشور حقه والكاب. وبعد هذا خلاص نوقف المقطع. لا ما نوقف المقطع. ما نوقف. في شباب ينتظروننا هناك. اخلص. ايش حسب ذا؟ حسب الدنيا سبهله ولا شكله ما يدري ان احنا مجهزين. ما ادري العيال ينتظرونا في المكان. كون اول ما توصل 300,000 هذه اللي فيها الجائزه لك توصل فيك ريحه صنه بالعذاب اللي بيجيك. سوي كذا سمك. ايوه خلاص. ايوه أحسنت. من فوق ما شاء الله. لا خلاص انا اقول نحول على السياره الثانيه. تعال. لا والله تنظفهم. لا كذا اوفر. والله تنظفهم. تعال جيبوه الصغيره اللي هنا. جيبوه يلا هنا اسرع الناس خشوا يا رايد. اسرع يلا. طيب دقيقه فكدي عشان تعرف انه بيبي عشان تعرف ممتلكاتنا ما هي مزح ترى. من قال لك تنظف؟ لا تلعب فيها. نظف في القميص. لا بالقميص ما في وجه. هذه فيها مويه. اسمع ابغاها تصير تلمع. ابغى اشوف وجهي هنا في البودي. انت يعني عادي تبغى الناس يجون يشوفونها وهي سخانه؟ لا طبعا. يلا كيف تشوفها تلمع؟ لا باقي الجنط. سم ارجع للجنط. ارجع للجنط.
خلاص انا اشوفك تمام من تحت. كثر الله خير. هذه فيها هذه فيها مرايه فيها مرايه. وين اشوف فمك؟ انا اقول ما نكثر عليه لان الشباب يدقونه بعد شوي. ايوه ترى ترى وراك دق. يلا يلا تعال انا اعطيكم العافيه يا جماعه. ما في ما في ما في انا بديت المقطع انا انهيه قدامي. يلا قدامي قدامي من اللي موجود في المكان الحين مين؟ طيب اسمع يا خليني بشيء خليني والله ما والله ما ماني والله ما اهرب والله ما اهرب خليني بشيء 2000 ريال كل واحد منكم بس نقرب على صالح تكفون. اقول لك امشي امشي تكفون يا تكفون يا والله. اسمع صالح احسك تكفي وتوفي تمام تمشي. اي انا جلدته هناك واحسني بس انت اكثر مني من الضرر حبيبي فتكفى. ثق ثقه تامه تكفى. ثق ثقه تامه اني ما اخليه. السلام عليكم. السلام عليكم عزيز. هلا مقطع اليوم. اصبر اصبر اصبر. انت جاني علم جاني. السلام عليكم. انا بديت الانترو في المقطع. تعال هنا هنا كاميرا من وانت. كيف الحال؟ اول شيء بيض الله وجهي. حبيبي والله تستاهل. ورحم الله والدي. الله يسلمك. وهذا مفروض اقل شيء نسويه في الرايد. وباقي باقي ما اكتفينا. ما اكتفينا لو سمحت. امسكوه امسكوه وين شباب؟ لا 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 يحضن لا يحضن لا يحضن. علمني عزيز وش الضرر اللي جاكم هنا؟ اول شيء كرتي الحمد لله طبعنا كرت ثاني ورجعناه. اي قرب شال ماي ما شاء الله بيكاسو قاعد يرسم كرت وحط وجه طويل كذا بسمرايد وضبط قال الديكور. امزح ابو جهر طيح المرمى حلو عشان كذا حتى غيرنا المرابي كنا مرامي اكبر لو تلاحظ يعني كلفكم مبالغ وتاخرتم عن الناس في التصوير. يا عيال بس رميتها بس يقدر يشيل يرجع اخذ وقت. كم اخذ وقتهم يرجعونه؟ اخذ وقت. هل رجعت انت عزيز؟ انت حر 100% في العقاب. باقي فيه اوريك لحظه عشان اوريك وش سوى هو. هذا ايش؟ اوكي قاعده تثبت. هذا ايش عشان ما ترجع مره ثانيه تطيح المربى. اوه يعني خليتهم يسوون اشياء اضافيه. يا ساتر مصعدين الامور. عزيز انت حر في العقاب تفضل. يقولون نوير فحي ساكن. انا نوير الشمس. نوير العريجة. نوير العريجة. نبي نختبر مهاراته في الحراسة. لا 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 ما اقدر. شوت معك تكفى. والله ما اقدر. لحظه لحظه اسمح لي اتصل بصديق. ايه من بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عمر. منو خلونا نستعين بقاذفة الصواريخ. منو مفاجاه المعضل خش المعضل وما ادري ايش. لا تكفى منو ابو عمر ابلش تعال الملعب سريع سريع سريع. لا 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 بكره. هاي تدري اذا لعبنا في الملعب برا والله اذا جاي يشوت ابو عمر نبعد حنا. اسالك بالله ورب الكعبه يا عيال. طيب دقيقه ارجع ارجع. اي جيب كره حجر تكفى. شوف كره واحده اشوف اوه هذه قويه. اي اربع كره يا سلام. هذا ثنتين ثنتين. تعال 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 صالح صالح تكفى تكفى. في شيء ثاني في بالي. جيب قاروره المويه هذيك. حلو. ايش المويه عطشان ولا؟ تفضل اشرب مويه. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما علي يا رايد. تنسى شيك شيك ان شاء الله. ايه ايه تنسى تعرف تخرب صورتنا. ايوه انا عارف مطعم صوره حقتنا انا وانت وبندر. لا راسم وجهه الطويل في مطعم الرامن. ايه احا عندي يلا يلا وش عقابك عزيز؟ وش عقابك؟ هذه بنستخدمها بعد شوي. رايد قول لايك واشتراك. لايك واشتراك يلا اشتراك تكفى. العام لا 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 اسمع رجله كبير. اسمع حجر رقم قسم نبدا بسرعه. مين فاز؟ انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عمر يا عيال ثقيله تكفون عيال. ما عليه ها نرجع بعيد يا عيال. يا ابو كابتن ماجد. يا كابتن ماجد الوح يمه اديله. والله ما والله ما وقف. تعال ورب الكعبة ما وقف. تعال هات هات. طيب لحظة لحظة لحظة. يا عيال طلع شرارة من الكورة. الو طيب لحظة. عندنا فعالية السيرك. تعال تفضل وقف كذا سيدة وجهك سيدة. لا 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 زحف 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 زحف. لا نيشان انا. وقف سيدة وقف سيدة لا تتحرك لا تتحرك. راسه طويل ما تجي يا ابوي. راسه ما يثبت. اعطني ثبت. ايوه خلاص خلاص لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك. طيب ابو عمر تحدي الحين على الرايق مين يصيد العلبه. يلا ورثك ابو جور ورثك. الله يوفقك. بشويش والله بشويش. ما تحس ما تحس. ارجع ارجع ارجع. ما علي بقدر ابو عمر. انا بثبت انا بثبت انا بثبت. اصبر ابو عمر اصبر ابو عمر. خليك خليك اثبت. يلا ابو عمر على الرايق. لا 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 ابو عمر. لا لا هذه ابو عمر. وجهي 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 تكفى بسوقك. قصه شويه. ها
قصروا لا وجهك مو ابو عمرك ما علم بجرب تكفى صالح ترجع ورا صالح لا بخبيب خبيب تكفى يا صالح تكفى حلو توقع مين بيشوت فينا؟ أبو عمر يلا نشوف بتفوز التحدي ولا لا واحد بيهوش يا شوف تعال يما تعال اوه دقيقة اتوقع ان عقابكم خلص خلاص الحين بنمشيها لا ابو عمر ورب الكعبة ارجع لازم واحدة طيب انا بصدق سوف اصدق روح انا كابتن وليد سامع يا عيال ورب الكعبة خلاص رجع اعطيه خلاص تعال يا رجال يلا يلا ابو عمر بما انك موجود خلنا نستغل الوقت وش تبغى تعاقب رايد خلص هاي خلص ما في خلص يا حبيبي هذا حق عزيز ما يدخل انا مطعمه لازم حبيبي نص ساعة وتجيني المطعم ايوه نص ساعة وتجيني المطعم وغصصهم بعد قلقل غصصهم تصير كاشير حلو 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 لا لا ما اعرف ايه ما انا اعلمك تبتسم للزباين وش تبغى؟ زبون يشكي شكوى واحدة يا رب يشتكون شكوى واحدة حلو 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 احس اني ندمت اني صورت ندمت اني خربت اماكن العيال والله قرب لي شوي رب الكعبة المزن قسما بالله العظيم تشوفون شيء عشان تعرفون العيال انهم مو مساكين عرفت عيال كيف الحين؟ مو مساكين انا اوريه هذا اللي يصير لك اذا قعدت تخرب تسوي نفسك فله وتخرب الاماكن تحس بتمشي كذا والله لننتقم كلنا الحين رايحين عند للي وعادل في الدوجو ودن المفروض انه موجود بس تعبان اليوم لكن عادل موجود عضونا الجديد تعال يا رب انهم جاهزين لعقابات تسوى يا رب جايبين لكم ضحيه الضحيه هذه جاتكم قبل كم يوم خربت المكان حقكم خذ راحتكم العقاب لا 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 يسلم العقاب اللي في بالك تفضل خذ راحتك عاقب فيه رايك انا ابو بليسك شو نسوي بالدوجو مو بسلم عليك لا دقيقه شو نسوي بالدوجو شوف هذا اللي كسرته الله يكسر قرنك هذا اللي كسرته بالغلط لا مو بالغلط طيب الان طيب خلينا بسلم على عادل عارف العادل معلش اول يوم انا بالدوجو معلش ما ارضى عادل العضو الجديد بحط حسابه تحت يا جماعه الخير والله نورنا رب الكعبة لا تسلم وشوف كيف احب ايده شوف لا 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 اوف اوف معلش الدوجو اول يوم دوره شيك اوف شفي اوف اوف بعد يلا وش دوشي ايوه اح وش طيب وسوي الحين نظف ايش نظف 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 طيب من اكبر انا من انت اكبر نظف 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 وش بقي بعد البودي جارد هنا اي اعتراض من رايد يكلم عندكم اجل رجال عند رجال عندي لو حركنا الاركيد وش تحس هنا استاذ عادل احس انه مو متساوي مو يا ويلي الغبنه يعني لو الناظر هنا شوف النص تعال لو جيب الكاميرا شوف هذا اقرب لليمين اكثر اي نبغى احنا بالنص نبي بالنص ولسه ما خلص خلصت الراكع ذا اللي راكع خلني راكع اخذ ذا وحده فمه فوق كذا وين يا ابو وين 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 يا سيد يا الغالي اللي حذفته اللي حذفته معلش قهرني اوه ولا بغيت اكسب بدل اروح سوي لي مساج خليني اسوي لي مساج هذا شو معنى هذا هذا ما ادري صار يمون على الدوج انا فكرتي المقطع اني راح رايد مساج اخر شيء المساج صالح عقب لا زحف زي ما شايف هذا وشي في شيء غلط وشو احس على اليمين اكثر ثبته بالنص وثبت دف 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 يسار شوي دف يسار ذا استهبل انت والله نتكلم صادق والله العظيم اي اقسم بالله اللي سواه بالدوجو والله العظيم شفت المقطع اقسم بالله صرعني يوم جيت هنا لاقين قاعدين يعدلون اقول لهم ايش خربتوا وش خرب يقول في واحد دخل هنا حاس ام لا لابس كاب يلا الله يعطيكم العافيه ما تعدل ما تعدل ما تعدل دف دايمين حساباتهم بالوصف رب الله يوفقك يا ابو حميد لا خلاص فكر منه خلاص امزح جو والله جو رايح ايوه بعد عد زياده عد زياده من ورا بس وخلاص قرب لي سجل اتكفك لا وش الركبه صالح ظهرك صالح ظهرك تكفى خلاص صح اكسر ظهرك اكسر ظهرك انا متعدي سم الله يوفقك هذا عظيم والله العظيم واقسم رب الكعبة اني ما رضيت لكن ما في شيء اقدر اسويه هنا واللي ورا لكن ايش اقول لك ايش تقول الدايم زليت ورب الكعبة انك عندي فكره سيف الكتانة قصر وجه شوي طويل خلصته اسبوني خايف منك انتم محطين انا تعال زلجه اقسم بالله ورب
يلا مع السلامه. الله يوفقك الله يوفقك الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يحفظكم يا اخوان. يلا حبيبي تدربت طط 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 ما ابغى ولا شكوى ما اسمع ولا نفس من ولا زبون كلهم يكونوا راضيين. يا ولد كسير الناس طيب يا ابو عمر. ابو عمر الناس يشوفون يا ولد في جمهور الله لا يفضحنا. واني وين انا بشوف مكتفين ذولا ماني بهربان فهم الناس هنا وايد بيحط طلبات. يلا تفضل قول له سام حبيبنا. ابي ثنتين كاري كت سجاج هذه هنا يعني هنا هذه صح؟ لا اثنين ابغى ثاني ايش كمان؟ وثنتين اندومي ثوم والعسل والدجاج حلو واثنين اندومي ثوم والعسل اثنين. بسم الله حسابك طول عمر 156 يلا شبكه تطلع عطيه تفضل اخوي. اربع دقائق ونص باذن الله طلبت. وين الاستلام؟ وين الاستلام؟ السلام هي من هنا السلام. حياك الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام ما يرد السلام. عليكم السلام هلا والله. كيف حالك؟ تفضل يعطيك العافيه. تفضل لو سمحت وين اطلع هذا؟ ابو عمر الابتسامه ما هي طويله قد ما هذا ايش هذا؟ هذا لو سمحت تفضل باب وش هذا؟ واحد اندومي بالثوم والعسل. واحد اندومي بالثوم والعسل اللي وارد. دجاج ولا بدون؟ مع الدجاج. مع الدجاج هذه؟ لحظة سبايسي ولا بدون؟ غيره بعد؟ اثنين موية، سجلت اثنين موية؟ والله ما تدفع ريال. علي بالحرام حلفت علي بالحرام. عقاب على رايد عقاب عقاب والله عقاب. علي بالحرام والله ما تدفع حلفت. دقيقة دقيقة رايد انت تحاسب. خليني اقول لك شيء الرجال حرم. انا حلفت قبله. لا حرم والله حرم. حساب هو اللي يدفع عقاب عليه. خربت علينا العقاب الله يسامحك. هي رايد عادي عادي واحد الطابور كثير ورانا مو مشكلة. الطلب بعد اربع دقائق ونص يسار. حياك الله اخوي. كيف الحال؟ وش تبي؟ طيب الحمد لله. نبي واحد اندومي بالثوم والعسل. سجل سجل. يلا يلا. واحد كاري. هنا هنا. يلا. واحد كاري. اثنين. مع دجاج ولا بدون؟ لا بقى. الاندومي بدون. الا دجاج والله انه حلو لذيذ مره. اسمع خذ خذ دجاج ترى هو اللي بيدفع. الله يبارك فيك. تسويق. دقيقة دقيقة يا شباب سؤال هل انتم راضين على الكاشير ولا لا؟ واحد. والله ينفع. راضين على الكاشير؟ ابو عمر راضين الشباب على الكاشير حلو. يلا. اسالهم تشربوا شيء. تشربون شيء؟ اي نبي اثنين بيبسي. الله يعطيك العافية بيبسي بسم الله. بس بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يعطيك العافية حسابكم على رايد يلا. تستاهلون كل خير ان شاء الله. والله ما تدفع ريال خلاص. حسابكم على رايد. والله ما حد يدفع ريال. تستاهلون كل خير. لا انت. حلو هذه العقابات صح. كذا الواحد ينبسط. وين طالع وين طالع؟ خلاص. ابو عمر خلاص. اي ابو عمر. راضي خلاص. والله مسكين في تنظيف مطبخ شيء عندك حاجة؟ ايش؟ مو بكيفك مو بكيفك. اقول بعد ما نخلص يلا يلا تعال تعال تعال. احسن احسن ايه هذا المدير ايه 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 خايف منهم افزعلي لو انك خير. محمد السلام عليكم كيف الحال؟ اتوقع يعني انك عارف وش صار في مقطع رايد الاخير. عندك اجل عارف الموضوع عارف كل شيء. حلو شوي فل. انا اسف هلا الاعتذار من شيء من الرجال. ايش هي من الرجال؟ من ايش هي من الرجال انك ما تروح تكرسم وتهدم الدنيا ويجون الناس اليوم الثاني يصلحون يتقرشون ايش المبزره ذي الحين؟ شوف شوف محمد المقطع هذا هدف انك تبرد حرتك في رايد ما يطلع من هنا الا طيب. انت راضي والجمهور يدري انك طيب. لا الجمهور يدرون اني طيب مكسيك. طيب شوف انت جايني على النهايه. انا في البدايه والله كنت بخليك هنا تقعد تطبخ لهم وتعطيهم التاكو. نزلت انا تيشيرت جديد حلو روح اعطي اثنين من الجمهور رضاوه يستاهلون. والله طيب تدري انك احسن عقاب. والله العظيم بيض الله وجهك. انت جاي من تاخر احمد ربك لو انك جايني بدري بس. ايه تصورني بهالحاله؟ ايه صورني. خسروني دفعوني والله العظيم اشياء كثيره والله والله كذا كثير. شوف اضحك يا بوي تضيق اضحك اضحك. السلام عليكم. التيشيرتين حقت مكسيكي موجوده؟ مقاس اختر اختر اثنين من اللي موجودين واشتر لهم يلا. عطنا واحد مقاس هذا ميديم. انا هنا الاخضر. تعالي ما تبي تصوير طيب خذ مقاسها بدون تصوير. يلا ميديم برضه اثنين ميديم. انت سمول ولا ميديم؟ ميديم. والله تستاهل. ايش فيك خايف وجهك؟ ما هي او ما هذه هديه مني تستاهل. التيشيرت المكسيكي تيشيرت ممتاز جدا. كني شوف شو يقول شوف شو يقول شو يقول؟ كانك دجاجه تو مسكين. مسكيني كني دجاجه. اي لا لا فعلا فعلا انتبه لنفسك حبيبي عشان اقص حدودك. شغلت اليوم نورونا الأمورة نورتنا وشرفتنا وبإذن الله تنورونا أنتم كلكم. وانت برضو يا عزيزي المشاهد تحت في رابط خاص فيني اللي بيجي أنا بشوف اسمائكم واحد واحد واللي يقول لي أنا جاي من طريق التذكرة حقتك أو طريق الرابط حقك حجزت وجيت صور مع بعض وتصير صديقي. هذا المين؟ يلا بدون ما تصورهم أول شيء أنت تعال امسك ها
هذا لك يا ويل يا عيالك فون ما حسبت انا استلون هدايا من المتجر رايد صالح تعال تعال حاسب بعدين قايل فواز تعال بس نحاسب يلا بجي بعد شوي بس تعال الحين خل نخلص حاسب والله لا طلعها من هنا سجلها عندك يا ابن الحلال هذا الحال والاربع الحال 1200 ريال دفعتها من جيبي والله لو ما تحولها لي والله لكتب في التعليقات كل التعليقات حقت كل مقاطعك القديمه والله لا احولها لكتب تمام لان جوالي طافي والله يا جماعه حلو يلا تلو خلاص خلصنا ما في خلصنا تعال باقي اخر صالح. واحد والله اخر واحد تعال من اخر واحد يلا تحملت الكثير باقي اخر واحد تعال عامر انت عارف ايش سوى رايد في المكان وعارف التهلك اللي سواه في المكان مو بس هنا كل اماكننا كلنا عاقبناه الحين الكره في ملعبك بدر مو موجود انت مسؤول على المكان كامل شوف هذا رايد جاء ايه وش يقول بارد الوجه هذا والله بارد الوجه فعشان كذا انا استاذنكم عامر انت المسؤول على المقطع ترى انا بديت المقدمه وانا بنهي الحين المقطع بينزل في قناه رضا ولا ما رضا بينزل والله ينزل كمل صالح موفق ان شاء الله بقولك تقدر لي سويته شوف عامر انت المدير انت موجود وايد يعني اوكي في العيال هنا بس شوف داري انك تسوي مقالب وكلنا عادي متقبلينه وبسوي مقالب ونمزح تزليت والله اي هو تدري وش سوى فتح باب على نفسه الحين انتقمنا لكن ابيك تسوي حاجه والله عامر بيزعب الان عامر بيزعب انا عارفه زين اول شيء لازم تحب الراس التمثال زاحب انت صح لازم تحب راس التمثال ليه براسه لازم تحبه يا بوي يا تعال 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 يا ولد يا عيال ام الغبنه تعال يا حبيبي تعال بندر حبيبي بندر بعد قلبي وجهك اصبر حاجه ثانيه ايوه على انك استهزيت في شوف ولد كان نظيف اثرا ما عنده سن طيب ابيك تنزل بسناب تقول وجهي اطول من التمثال هذا لا كذا كثير لازم السلام عليكم بندر كيف حالك انا اسف الله يسعد قلبك وانا وجهي اطول من التمثال حقك والله شوف اقسم بيت الله اني ما امزح انه احمد ربك ان بندر بلف الحمد لله مصورين تعالوا بيك موضوع عزيزي المشاهد الان شفتوا كيف العيال بسووا فيني صح قسما بالله العظيم وبايات الله الكريمه وتالله انهم زلوا اقسم بالله لا اوريكم الصبر كتفيني ها صورهم مخوفيني ها مكتفيني طول الوقت كتفيني السلام عليكم امزح والله اسمعوني خلص حد العيال صح يعني الحين احنا ايش خلص اصدقاء ما بيننا شيء صح تمام هذا تكفون المقاطع الجايه بعلمكم شو هذول بيكون معي باذن الله يعطيكم العافيه اللي يتفعلن اكثر واحنا ورب الكعبه عشر الاف ريال اقسم بالله العظيم اني لامسك سلوان بندرته وصالح واسوي بك كذا يعطيكم العافيه يا جماعه الخير تنسون لايك واشتراك الاشتراك ارجوك يا عزيزي المشاهد الان اشترك لا نخسر بعض سلام عليكم